اولا هو الاعلان عن تجديد الخط الساخن لنجدة الطفل وبقية الخطوط الخاصة بالحماية الأسرية للأمهات والأطفال وأيضا خط الأطفال ذوي الإعاقة هو جزء من سلسلة برامج تخص الحماية الاجتماعية. برامج الحماية الاجتماعية برامج متعددة يتم وضع هذه البرامج من خلال لجنة العدالة الاجتماعية في مجلس الوزراء بتنسيق متكامل بين فرق من وزارات التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، كل الوزارات المعنية المسؤولة عن تفعيل ووضع الخطط المستقبلية لبرامج الحماية الاجتماعية. كما ذكرت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي احنا بدأنا هذه الخطوة بتقديم التغطية الصحية في القرى الأكثر احتياجا، وبدأنا بالأقصر وأسوان في الأسبوع الماضي. سلسلة الخطوط الساخنة الخاصة بحماية الطفل وحماية الأم والطفل والأطفال ذوي الإعاقة هي من ضمن هذه المنظومة. أيضا تفعيل خط نجدة الطفل بيهدف أساسا إلى حماية الأطفال وحماية الأطفال بلا مأوى، وأيضا تفعيل مناهضة ظاهرة العنف ضد الأطفال ونجدة الطفل بصورة عامة أيا كان المشكلة تعاني منها الأطفال اللي هم ذخيرة المستقبل، ده شيء هام جدا. وإعادة تدريب الكفاءات التي تعمل في هذا الخط الساخن حتى نستطيع أن نقدم خدمات أكبر بمنظور أشمل لحماية الطفل، وأيضا تفعيل خدمات للأسرة للأم والطفل هام جدا فيما يتعلق بظاهرة على سبيل المثال الزواج المبكر، ظاهرة أو مناهضة ختان الإناث، كيفية تفعيل المنظومة تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، لأن ده شيء هام جدا بالنسبة لمجتمعنا. وأيضا الخط الساخن لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، تقديم منظومة متكاملة من خلال تحديد نوع الإعاقة، رسم قاعدة بيانات واضحة جدا للأطفال ذوي الإعاقة ونوعيات الإعاقة وكيفية تقديم الخدمات سواء على مستوى التضامن الاجتماعي، على مستوى الصحة، على مستوى التربية والتعليم. إطلاقا هي كل ما في الأمر إذا كان المسح أو التجربة أو البحث العلمي الذي أجري في هذا التوقيت نتج عنه هذا، معنى هذا أن لكل بحث علمي فيه معدلات أو فيه معامل بالزيادة أو بالنقص، إنما كل ما في الأمر هذه خطوة جيدة جدا على الطريق. هذه الخطوة نشجعها ولابد أن احنا تستمر البحوث العلمية فيما يخص هذا المجال حتى نتمكن من تحديد حجم المشكلة بدقة، ومن بعد تحديد حجم المشكلة بدقة نتمكن من تحديد آليات التعامل معها.